عجبتنا فكرة العرض والمسابقة اللي هم كانوا بيعملوها. طبعا نفذناها احنا بما يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا، حاولنا نطلع منها حاجة نبسط بيها عملائنا اللي بيعملوا مثلا عيد ميلاد، عنده مناسبة خاصة، عيد ميلاد، حفلة تخرج، المناسبات الخاصة. والحمد لله رفع معانا نسبة مبيعاتنا وسمع معانا كويس يعني. جايين اليوم أنا وأبنائي نشوف المطعم بعد ما طلعنا على المسلسل كامل، جايين نشوف على أرض الواقع. كفكرة صراحة هي جديدة علينا وأعجبتنا، وحبيناها كتغيير وكسر الروتين اليوم اللي إحنا نشوفه. قدمنا لعبة السكر بحيث ان احنا ندي حافز للعملاء بتوعنا، نشجعهم ان هم يتفاعلوا معانا، وقدمنا لهم اللي يطلع الرسمة مظبوطة بيحصل على خصم 20% على اجمالي الفاتورة.